قال الرب يسوع: لا تهتموا لنفسكم بما تأكلون ولا لجسدكم بما تلبسون، فالنفس أهم من الطعام والجسد أهم من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وليس لها مخازن وأهراء، والله يقوتها، فكم أنتم بالحري أفضل من الطيور. ومن منكم إذا اهتم يستطيع أن يطيل عمره مقدار ذراع؟ فإن كنتم لا تستطيعون القليل فلماذا تهتمون بالباقي؟ تأملوا الزنابق كيف تنمو وهي لا تغزل ولا تنسج، وأقول لكم إن سليمان نفسه في كل مجده لم يلبس كواحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل وغدا يطرح في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأحرى أنتم يا قليلي الإيمان. فأنتم إذن لا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يسعى إليه الوثنيون في هذا العالم، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهذا كله يزاد لكم. الله معكم إخوتي الأحبة. قديش حلو كلام الرب يسوع، قديش حلو نسمعه، خصوصا على وجه الصبح، نكفي نهارنا نحن نسمع كلامه. قديش أيام نحاول نسمع غنية تروق راسنا مع فنجان قهوة الصبح، أو نفتح هيك الراديو أو نفتح يوتيوب نسمع لنا حدا عم بيحكي له كلمة حلوة نبلش فيها نهارنا. عنا حدا أهم من الفنانين، أهم من كل الناس اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا، عنا الرب يسوع وكلمته معنا. وهالكلمة خصوصا اليوم قديش حلوة لكل حدا منا، كلنا سوا قش لفة. قديش بحاجة نسمع هالكلام كل يوم: لا تهتموا، لا تهتموا شو بكم تلبسوا شو ناكل. صعبة، صعبة إنه ما نهتم، وهو عم بيكررنا الرب يسوع: لا تهتموا. بالفعل هالنص هو دواء لعصرنا، دواء لمرض القلق يلي عم بيضرب حياتنا كل يوم. قديش في عالم عم تاخد أدوية للأعصاب، قديش في عالم عم بضلها تاخد أدوية تقدر تنام بالليل، لأنه راسنا بضل يشتغل كل الوقت، خصوصا بالأوضاع اللي بنمرق فيها. كيف بدي أمن هي؟ كيف بدي أدبر هي؟ والرب يسوع عم بيقول لنا: لا تهتموا، أبوكم الذي في السماء بيعرف. أكيد الرب يسوع ما عم بينكر حقيقة وضعنا، ما عم بينكر إنه الوضع مأزم، ولا ممكن حقلنا إنه شو عم بتعيشوا كل شيء تمام. لا لا، عارف الوضع قديش صعب، اقتصاديا، سياسيا ما رح نفوت فيها، اجتماعيا مضروب على الآخر، روحيا وضع صعب. الرب يسوع ما عم بينكره، حقيقة واقع عم نعيشها. اللي عم بيقلنا يسوع ننتبه من وهم القلق، انه نقلق عليهم يوم بعد يوم ونحن مش قادرين نغير بمنطق انه حدا قادر يزيد يوم على حياته. لا، فعم بيقلنا ما نهتم، نتكل على ربنا، نتكل عليه هو. ليش؟ لأنه في حقيقة تاني قبالها. انتبهوا، في حقيقة واقعنا، في وهم القلق، بس في حقيقة قبالها انه هو حاضر معنا. هالحقيقة، الحقيقة انه الرب حاضر وموجود ليكون معنا. أولكم رح يغير كل هالدنيا هاي؟ لا، رح يساعدنا نكون عم نبحر بهالعواصف هاي. يعني بتذكر على طول بقى اقرا هالنص، خبرية البنت الصغيرة يلي عايشة كانت على سفينة، والسفينة عم تلطمها الأمواج شمال ويمين، العالم كلها شو بتصير؟ بلش تصرخ، بلشوا يحاولوا كيف بده يظبطوا أمورهم، هي قاعدة بعدها عم تلعب. بيمرق شخص بيقول لها: يا بنتي أنت شو عم تعملي؟ قومي ظبطي حالك. بتقول: لا ماشي الحال. بقول لها: طيب كيف قادرة أنت ضلك رايقة ونحن كلنا رح نخوت؟ قالت له: لأنه بيي هو قبطان السفينة. عايشي بسلام، العواصف موجودة، ما حدا حيقدر ينكرها، العواصف موجودة، ولكن اللي بنقدر انه نحاربه هو القلق، نقدر نضل عنا هالسلام الداخلي، السلام الداخلي انه ابانا الذي في السماء هو قبطان هالسفينه. لو قديش ما حاول الشر يوهمنا انه ليكو انا اخذتكم للدمار، منضلنا واثقين انه بين السماوي هو قائد السفينه. فاليوم الانجيل عم بيدعينا كلنا نرجع نجدد تسليمنا للعنايه الالهيه، نسلم مثل ما نحن، مثل ما كان مربولوس سلم حياته خلص كسجين، مشي وراح متكل على ربنا. نسلم، نجدد ثقتنا بالرب. قديش منخونا هالثقه يوميا، قديش بخونا شخصيا وبخونا كل واحد منا، ومنحاول انه يا عم بركتها ما زبطت معه بس بدها تزبط معه على طول. وثالث شغله، مش هذا النص بيدعينا انه ما نهتم يعني نقعد ونمد اجرينا بكسل، لا. عرف شو قلنا الرب؟ اطلبوا ملكوت الله اولا. يعني لازم يكون حياتنا كلها محوره نطلب ملكوت الله. وشو هي ملكوت الله؟ هو بحد ذاته هو ملكوت الله، نطلبه هو اولا، يضل هو محور حياتنا وكل شيء حوله يزاد. بالهين لا، بصعوبات مزبوط، لانه ما وعدنا بحياه غير شكل، لا وعدنا انه في صليب بدنا نحمله، ولكن وعدنا بيطلب الملكوت في ايامي. هيدا هو رجانا، هيدا هو الرجا يلي بيداوي القلق، بخلينا انه عن جد لا تهتموا بما تلبسون وبما تاكلون. الرب هو عم بيهتم فينا، بس نطلب ملكوت الله بتسليم كامل بثقه كامله للرب. امين.